هذا النفق تابع للدواعش بس راح تطبش. يلا اشتغل العيد اشتغل هذا الدنيا بريك يلا اخبره ما يشوف ورا هذا النفق حفري الدواعش طبعا بتل السبت هذا كبير والله كبير ظلوا تقريبا يشتغلوا بيه حوالي بعد بيه لا بعد بيه عندك ممر لا نضيع بيه وهذا ممر شنو هذا هذا بس مفتوحه ها وين يروح وين يوصلك هاي شنو هاي هنا يخطلون بيه عم الطيار ما طيار يصعد بيه فتحات تطلع بيه ها لي فوق لي فوق عم المقاطع ما طيار لا يشوف خما أقول لك خمامة مأمن مو؟ مأمن ونقلص شطة الاتحادية طبعاً مأمن ها طلعنا فوق أوه جهة ثانية لا مو فوق هذا السل لعد المحور الأيسر المقابل الشارع اللي يدخلون من عدم الشارع شوف والله يا شارع يشرب على الشارع العام يشوفون القوات الأمنية يعني اي صد منها على القوات يسهل لهم هذا وين طلعنا تشوفون هذا الشارع شوف هذيك البناية اسمه نقطة إعلامية باع مال الدولة الإسلامية خرجوا نعم نعم عليها. نعم لا تزوم قرب عليه واضح واضح هاتت آه نقاطهم و أنا قاعد رمي سيطر على الشارع حتى من بس الطيار عليه ينزل يعبر عن بيسر نعم هذا إيه خلينا نروح للنقطة الثانية مالهم تشوف شوف وين مسدود لا ما لحقوا يفتحوا هم كانوا اكثر شيء على القوات من منا اي مو يعدوا ما هاي منا طبعا هي على الشارع تقطع الشارع هاي مثل ما تشوفون اي علي براحتك احنا بداخل النفق وينو نفق طوله تقريبا من كل صفحة حافظهم بالعيب. إيه صور صور موبايلك صور. هاي نزلنا جوا يعني هاي. هذا المخرج. المخرج. هاي مثل ما تشوفون. خليكم حلقة الله فيكم.